السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ماذا تعرف عن الآخرة؟ بلفوا الجزاء والمقر الآخرة الجنة والنار. الجزاء دموز والمقر منوريا الآخرة آخرة ليالو ሁለት የመኖሪያ አገር አልጀነቱ ወናር ጀነትና እሳት በሚል ጀምረን ስለ እሳት ሳንጨርስ ነው ያቆምነው። ዛሬ ምን እናነሳው ባላ ፍቃድ እነናሰ ሰዎች እኮ في الدنيا በመድረይ ህይወታቸው ላይ يتقون الحر والكرب ሙቀትንና መቃጠልን እኮ ሲጠነቀቁ ይታያል። በምን بالماء والهواء በውሃና በቀዝቃዛ አየር በንጹህ አየር ሙቀትን ሲታገሉ ይታያሉ እንዳይደርስባቸው። ወነጂዱ ከثيرተን ብዙ ጊዜ እኮ እናገኛለን استخدام الناس የሰው ልጆች ሲጠቀሙ الماء وهن والهواء ንጹህ አየርን للتبريد لما برد والظل ጥላንም ሲጠቀሙ بعيدا عن الشمس ከፀሐይ ግን ሩቅ ከመሆናቸውም ጋር ፀሐይ ሩቅ ከመሆኗም ጋር የሷ ሙቀት ሲነካቸው ግን ሲሆኑ ይታያሉ። ያላ ለማግኘት ጥላ ውስጥ ሲጠለሉ ቬንትሌተር ውሃን የመሳሰለውን ነገር በመጠቀም ራሳቸውን ሲያቀዘቅዙ እናያለን። وحرارتها የሷን ሙቀት ለመመከት لكن النار ነገር ግን እኮ እሳት يكون اهلها እሷ ውስጥ የሚገቡባት ሰዎች እኮ ይሆናሉ في عذاب شديد ብርቱ በሆነ ቅጣት ውስጥ እኮ ነው የሚሆኑት። አላህኛንም ዝርያዎቻችንንም ከእሳት ይጠብቀንና حتى ففي هذه الامور الثلاث بنزي በሶስት ሁኔታዎች ውስጥ ራሱኮ አይላቀቋት እሳትን ከባድ ቅጣት ውስጥ ነው የሚወድቁት። فاهل النار የእሳት ሰዎችኮ في سمومين አንደኛ في سمومين مرز ውስጥ ናቸው። እሳቱ ራሱ እንደምንድነት እንደ መርዝ ናት። ሁለተኛ وفي ذل من يحموم ከዛስ ደሞ አቃጣይ በሆነ ጥላ ውስጥ እኮ ነው ያሉት። የእሳት ጥላ ይኖራል ዱኻን ማለት ነው ጭስ። ያ ጭስ ደሞ አይደለም ሊያስጠልል ጭራሽ እሱ ራሱ ደሞ ምንም ያረግ ነው በጣም የሚያቃጥል ነው። ሁለት ሶስተኛ ወማኡሁም የሚጠጡት ውሃ ደሞ እኮ الحميم የፈላ እኮ ነው الذي بلغ يدرس እኮ ነው الغاية ድንበርን በማለፍ في الغليان በማቃጠል በኩል በመፍላት በኩል እኮ ድካ ይደርሰን የፈላ ውሃ ነው የእሳት ሰዎች የሚጠጡት አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ ውሃቸውም ትኩስ ጥላቸውም ትኩስ። ሶስተኛስ እሳቱ ራሱ ደግሞ መርዝ ናት። የሰውነት ብትስጥስ አርጋ እምትበላ ቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ ወዝሊን ጥላኩ አለ ሚህሙም አቃጣይ የሆነ ጥላ አለ አለ። ጥላው ራሱ ምን ያደርጋል አቃጣይ ነው አይደለም ሊያስጠልል ቀርቶ ማለት አላህ ይጠብቀንና وهو ايهكو ወይም እሷኮ ذلون ጥላናት ዱኻኒ النار ዱኻኒ ናሪ جهنم የጀሃነም ጭስ እኮ ናት። በሷ ሰዎች ሊጠለሉባት ሚሞክሩ ነገር ግን እሷ ራሱ ደግሞ አቃጣይ የሆነች ጭስ ናት። لا باريدين በፍጹም እኮ ሷት በርድም ولا كريمين መቹም እኮ አይደለችም አላህ ይጠብቀንና። እነዚህ ሁሉ መታቋቸው የቁርአን አንቀጾች ናቸው አይደለ። አላህ እንግዲህ فانذرتكم نارا تلظى ያቻቃጣ የሆነችን እሳት እኮ አስተነቅቃችኋለሁ ሲል እንዲህ አይነት አንቀጾች ላይ ደግሞ በዝርዝር የእሳቷን ባህሪ ነው እየነገረን ያለው። لمن تذكر መገሰጽ ለፈለገ ሰው መገሰጫ የሆነን ዘንድ እሳቷን ራሱ እሳትናት ብሎ አያቆመም። ባህሪዎቿን ውስጧ ያሉትን ነገሮች በጠቅላላ አገላብጦ ይነግረናል። እስቲ ተመልከቱ ላባሪዲን እቺ እሳት እኮ በፍጹም አትቀዘቅዝም ወላ ከሪሚን ምቹ ደግሞ አይደለችም እኮ። እንጠሊቁ ይባላሉ ደግሞ ሂዱ ይባላሉ። እዚህ ምድር ላይ ሲያስተባብሉ ነበር ጀነት የሚባል የለም እሳት የሚባል የለም ሞቶ መቀስቀስ የሚባል ነገር የለም ሲሉ የነበሩትን ሰዎች አላህ ምን ይላቸዋል? እንጠሊቁ ሂዱ ይላቸዋል። ወዴት? ኢላ ዝሊን ጥላ ወደሚመስላችሁ ነገር ሂዱ ይባላል ወደ ጭሱ።
ذي ثلاثي شعب بالسوست قرنچاف يهونن طلا هيدوت لا ذليلين نغرغن سوكو استللم ولا يغني ابقاقام دمو من اللهب كما لبلب دموكو ابقاقام اسو لاي بمطللاچو بيتشا من اتاغنيو يا سي لبلباچو ينبرون جهنم سات لتتللو بتكو ايچلم لا ذليلين بفصمكو استللم ولا يغني استلمم من اللهب كنبلبالو اساتمكو اميستلطل ايدلم انها اسو جهنم ساتكو ترمي تورورالچ اسات ايتاچو اندونا زي مدر لاي كسلاقطاطلن من سنادرك سنارغبو ጣጣጣጣጣጣ ሚል ነገር አለ አይደል? ወይም ብረት በያጆች በዛ በመወረዱ ነገር ሲያረጉት ሊመወርዱ ሲሉ ምን ያደርጋል? ጨረር ይሄ ጭር ይያሉ የሚወጡ እሳቶች ያፈናጥራል አይደል? አላህ ምን አለ? ኢንሃ እሷ ጀሃነምኮ ተርሚ ተወረውራለች ቢሸራሪን ከልቃስር የእሳት ፍንጣሪ ተወረውራለች የዛ እሳቱ ፍንጣሪ ቆመቱ ምንም ያክል ወይም ሳይዙ ምንም ያክል كالقصر هنس أم يأكل فنطاري تملكتو زي مدر لي إسات كورا سومن إسات سنة كتاتل اندفلق بفنطاتر لبسات جنن من عمن لبلا يچلالنجي يعني أنسونا تيكاتل أكاتل فنطاري وا يكي عما كنغن إسات من أينت فنطاري اندمت لك الله راسو ونتين يوغي تاسين اگرن منال هنس أم يأكل يأسات فنطاري كوت تفعل لك الله أكبر الله يطبقني يعني مزرياوچاچن كانه قرط يمسلالكو على من جماله صفر بالدالچا جملوچ كلركو يمسلال ميفناطرو اسات على كزي بلا الله انديت يناجر اساتن بزرزروا اسو مهونه اسو يلاكاچو ملكتنيا صلى الله عليه وسلم اندي اينت اساتنا يالباچو اباكاچو تطنققو يالو استنققوا لا استنققوا استنققوا امي بقان ما استنقق معناتنو ومن ثم كزيم بمنساتكو فهذه النار اتشي اساتكو لا تبقي التسكرم ولا تذر التتومم بل تدمرو يلقونم تاطفالچكو كل شيء كل نغركو تاودمالچ تقرطاطفالچ وتاكل تبلالچ كل شيء كل نغرم تبلالچ الله قران لا ينغرونال ار جهنم بوستوامي ورورباتن كبلاچ كاقاتلچ بوحالا هل من مزيد جماري علن ستلقيت الله سبحانه وتعالى تطيقوا علج سبحان الله اسقبتا 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 البقى بلوات سلام متاطوا تنغرون الله عرل اسالفنا النبي صلى الله عليه وسلم منالو لها سبعتو الف زمام لسوكو سباشي لغوام اللات في كل سما في كل زمام بيان داندو لغوامكو سنت ملائكه يزاتال 70 شي ملائكه من بلنا البالس بالفو باينو حساب مسرت 4 بليون 900 مليون ملائكه يزوات نو ميمطا طلقتو من يمسلال بلن نبر نبي صلى الله عليه وسلم 70 عامت مولو يتورور دينغاي وسطوان ويم سروان غنا زاري نكات 70 عامت يتورور دينغاي كلاي بلاو الار بزي هولو جبتوبات 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 اسوا من تلالچ سوره قاف لا اندمطاو هل من مزيد جماري علن تلالچ سبحان الله سلازي الله اچن ساتنا يستنققو وتاكلو تبلالچ كل شيء كله نكو تبلالچ فهذه النار اچي اساتكو وقودها ما قطاطيو اكو دمو الناس يسو لجوچنا والحجاره ድንጋይ እኮ ነው አንድ ላይ የተደረገ ሚያቀጣጥላት ሚያፋፈማት ሚያጋግላት ማለት ነው قال تعالى قتلنا وافوا وهي دائمه እሷ እኮ ደሞ ዘውትር لا تنقطع በፍጹም እኮ متቋረጥ አይደለችም ዘውትር متቀጣጥልና متታቃጥልናት الله من قال كلما خبت ቅዝቅዝ ባለች ቁጥር زدناهم سعيرا እሳትነቷን እኮ እንጨምረዋለን እናቀጣጥላታለን አለ በሌላ አንቀጽ ምን እንዳለው በሌላ አንቀጽ ምን እንዳለው እስቲ አምጡልኝ ስለ ጀሃነም ሰዎች እስቲ አምጡ ባረከላሁ ፊኩም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው
بارك الله فيك. إيه سلام النبري تورب سل إسات وراء سوارل ست كزكز من النارقات اللن أنك تطلات اللن دالو ودمي كتوت سواج دموسيمتا الله كتاتي تبكان النا كلما ناضيجت انقبقب ببلا بورد شيزي من جلودهم قوداو تشاتشو إسات بمبلاتي تنسا بودكو جيزي وين بتعم بتلبلبو جيزي بدلناهم انكيرا تشوالن جلودا ليلة عدس قودة يتكالا تشوال بجهن بسات لمي كتو تسووش بدلناهم جلودا غيرها مجمرا كنبرو سقا وچي ليلة عدس سقا انكبات تشوالن سونتا تشونا لمن مكنياتو من دنو الله راسو تكسو ليذوقو العذاب إساتون بدم بيكم سوت زندالة كتاتون بدم بيكم سوت زندالة عندك زي إسات سيبلا تشو مني هنا قودة تشو يلما دوالن دايبال هي قودة يكيرن عدس قودة يتكال سبحان الله من اندي هنو أهونم تملسو كتاتون ديكم سوت اندي اينت كتاتنوكو يتزاقا جو سلزي ياندو أماني هنا سو الله فيت قومو نغا حساب الدرقالو جنتنا جهنم يبالو أغرو تشالو كزارمو سبحان الله موت ميبالي لم إيمت عالزي اندر سالم وهي نارون السوكو إساتنات تتكلم أمتنا قردموكو إساتنات فهل تصورته أسبكن استي سالو نارا إسات تتكلم أمتنا قرن إسات استي سالات أنا بي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب هريرة تيزو الله ملكم سرات شون يودد الله شوننا نبي صلى الله عليه وسلم اندهالو يخرجو يوطال يوم القيامة يكياما كان عنوق أنقت من النار كأساتي هنا أنقت يوطال لها عينان لسوكو هلت عين الله تستهون تبصيران متملك كتبت وأذنان هلت جوروج تسمعن متسمابتي هنا ولسانا ملاس ينطق متنا قربتي هنا تقول تلالتشكو اسعت مالتو اني وكلتو انيكو تمدبيالو بثلاثتين بسوست سوتشكو تمدبيالو بسوستي سوتش افراو تشاينتكو تمدبيالو بكل جبار عنيد بيان داندو امس انيانا انبيتين عليكو تمدبيالو اند ملارقو لبلاو مالتنو هلتنيا وبكل بيان داندو من داع بلمنا بتأرى ما الله كاللهجة إلهن آخر ليلان أملا كبرو يتأرى هون نسوكو مشرك مالتنو السنمكو إساتو استعسق بتشي لبلا سوستنياس وبالمصورين النزي كرس كراج فوتو أنشي بهون تسويش ليمكو بالنزي بسوستو ليكو تمد بيالو صحيح الترمذي إمام الترمذي زقبو تال هل تأملت تجنزبكن أنت الله باريا أيها الأخ أنت وندمي هوي أنشي تي هوي ذلك اليوم يهنن كان وأمامك نار أفيت لفيته كؤسات الله جهنم يا جهنم سات حين تزفر بمتش أهبت جزي أزفرة اتشي إسات مجعهم بمتشوهبت قزي لا يبقى أي كرمكو ملك مقرب لعله كربي هنا ملائكام ولا نبي مرسل لعله بتأم كربي هنا من نبي كويلم إلا خاف بفرنج إلا خاف بفرنج يانكن أن تستوس كوي النزي الله كرب ميبالوت ملائكاوج يسو بتعم كرب ملكتينيوش إهيني هاليهن كفروت أنتس نبي صلى الله عليه وسلم ميكائيل ناس ملكتو لجبريل منيلو تال يا جبريل ميكائيل لمن دنو سيسك أما لا يويلو تال يا جبريل ملس من هنا ما ضحيك ميكائيل منذ خلقت النار الله إساتن كفت ربتك أن أنستو سلزي ملائكاوش كمن بفيت تفترو المالتنو كأساتنا كجنة بفيت تفترو ميكائيل
الله اساتن كفطربت كان انستوكو سقواك كزي من نردالن خوفهم يخافون ربهم من فوقهم كبلاياتشو يالون جيتاچون يفروتال انمان سماي بيت است مينوروت ملائكاوچ ازيم غار بزا كانكو انت من يمسلحال يالله باريا هوي لزاقن بدن بتزغاچتاهال وي لالله قرب ميبالوت ملائكاوچنا نبيات بميفروبت كان مالتنو هل تصورت المشهد كستتون قرص احوالنا فعملت لذلك المشهد لذاك لم يغطمه نجر سرتهلنا تزغاجتهلتهلنا الا يخاف العبد باريا اي فرامنا اي امر الله الله ليز الملائكه ملائكهوچن انداز بان تاخذه يازوت ليبال الى نار جهنم ود اسات يازونا ورغروت ليبال عند باري اي فرام وي بنفسو لاي من ازغاجتوال نفسون كاسات امياوط عبات مكنياتهم الله سبحانه وتعالى بقلص انداس كمتو فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن زحزحا يتراك اسو عن النار كاسات يتراك اسو وادخل الجنة جنة ميقبا اسو فقد فاز تلقو الدلين يا سو مالت السنو تبلو سيابكا من وسطنا الله أنت الله باريا هوي من استمامنه قال تغبطو الله اللو يواستنا الله ملائكة وچون وسدوتو تسات أي بالم بلا تغمت الله هوي ماننه أنت من مهراس كمت أهلات ألا إن سلعة الله الغالية ألا أواج إن سلعة الله يا الله كو يا زجاجات جنتو كو الغالية بتأم ود أقرنات للفة التي قبل كونجل للراك الله لفرم يقبل زي مدر لي تأزازاتهم بمفتسم لي ألا يخاف العبد باري أي فرم منه أي أمر الله الملائكة الله ملائكة وچون انداز بأن تأخذه يازوت لبال إلى نار جهنم ود جهنم ولا يبالي تبارك وتعالى الله دمكو دنتو عيد اللم وهو الغني عن العالمين الله كو كعلماتي تبقى كانو إنيا ونجل سرطن ወደ እሳት በመሄድ የተጎዳ ነው እኛነን እንጂ እኛ ወደ እሳት በመሄዳችን እሱ አይጎዳምና ለነፍሳችን ስንል ነፍሳችንን ከእሳት እናድናት ወይሽተደል ሀውሉ መከራው ኮይ በረታል ፊናሪ جہነም በجہነም እሳት ውስጥ حين يذبح الموت موت በሚታረድ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉ جہነም ውስጥ የገቡት ሙወሂዶች جہነም ውስጥ የገቡት ምኖች موحيدوچ توحيد سوچ بطفاتاچو اسات وسط گبتو يقطاتاچون يحل ويم يطفاتاچون يحل يقطونا وديت يملسالو ود اسات مچرشا كاسات وسط ميوطاوالو نبيو صلى الله عليه وسلم بلب وسط يگو منظر فري متاكل ايمان يالچو نو اسو يوطال كزاس جنتم جهنمم لزلالم عالمو من يهونالو يزگالو مچي نو سوم كستت حين يذبحو الموت موت بميتارد جيزي نبيو صلى الله عليه وسلم منالو موت لك اندبقي كربالالو يا جنة سووچنم يا أهل الجنة خلود بلا موت زلالم ألم نورو موت ميبالي لميبالالو يتاردال يا إسات سووچنم يتاردال يا أهل النار خلود بلا موت موت ميبالي لم بموت قلاء قلوا اللهم ميبالي لم زلالم قطعتنو كذا بوحالا الله اكبر عندي كله اينت قصتوچ بحديث تنغروال كما ثبت عند صدقوا ذلك يه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ملكتنيا يلا صلاتنا سلام برساچو ليهون عند ترغاغطوا سلازي زي درس سلامندنو سلا اساتنا سلا اسات است سلميغبو سوچ نو جزاء أهل السعادة الله كان نسو يدرغن جزاء من داتشو أهل السعادة يأدلين النت يسكيت بالبيت يهونوتس من دنو لنسو ميسات أهتشو دموز أسماء الجنة هو يمجب مريو عارست يجنة سموش من يمسلالو عندنا الجنة تبلا تطرتالج هولتنا دار السلام تبلالج يا سلام واجر الله اكبر دار السلام هلت ثلاثه
ዳሩል ኹልድ የዘላለም መኖሪያዋ አገር። አንድ ሰው እሳት ገብቶ ከእሳት ሊወጣ ይችላል? ምን ከሆነ አማኝ ከሆነ ላጠፋት ብቻ እሳት ውስጥ ተከቶ መመለሻው የት ነው? ጀነት ነው። የጀነት ሰዎች ግን አንዴ ከገቡ በኋላ መቼም ቢሆን ከጀነት አይወጡም። ለዚህም ሲባል ምን ተባለች? ዳሩል ኹልድ የመዘውተሪያዋ የመሰንበቻዋ አገር። አራተኛ ዳሩል ሙቃማ የመቀመጫዋ ሀገር። ዳሩል ሙቃማ የመቀመጫዋ አገር። አላሁ አክበር፣ አላህ የጀነት ሰዎች ያድርገን። አምስተኛ ጀነቱል ማእዋ የመጠገያዋ ጀነት። ጀነቱል ማእዋ እነዚህ ሁሉ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱ ናቸው። ስድስተኛ ጀናቱ አድኒን ተብላም ተጠርታለች። ጀናቱ አድኒን። ሰባተኛ ዳሩል ሐያዋን ሕያው የሚኮንባት አገር። ዳሩል ሐያዋን። ስምንተኛ አልፊርደውስ። ፊርደውስ ያው አዕላ መቃሚል ጀና ብትሆንም የጀነት ትልቁ ደረጃ ብትሆንም ፊርደውስ በሚልም ደግሞ ትወሰፋለች ጀነት። ዘጠነኛ ጀናቱ ናዒም የጸጋዋ ጀነት አገርም ተብላ ተጠርታለች። ጀናቱ አናዒም። አስረኛ አልመቃሙ ልአሚን የሰላም መኖሪያም ተብላለች። አልመቃሙ አልአሚን የሰላም መኖሪያም ተብላለች። አስራ አንደኛ አልመቃዱ ሲድቅንም ተብላለች። የውሸት ሀገር ሳትሆን የእውነተኛዋ መቀመጫ አገር። ሲድቅ ምን ነው የሚያስይዘው? እውነትን አይደል? አልመቃዱ መቀመጫ፣ አስድቅ የእውነተኛ መቀመጫዋ አገር ተብላም ተጠርታለች። አስራ ሁለተኛ ቀደሞ ሲድቀይን ተብላም ተጠርታለች። እነዚህ ሁሉ አስራ ሁለቱ ስለ ጀነት መሰየማ ተብለው የመጡ ናቸው። ስለዚህ የጀነትን ስሞች አየን። ባረከላሁ ፊኩም። ሁለተኛስ አብዋቡል ጀነቲ የጀነት በሮችስ? የጀሃነምን አሳልፈናል። ምን ብለን? ለሃ ሰብአቱ አብዋቢን ለእሷ እኮ ሰባት በሮች አሏት ብለን። አሁን ደግሞ ሌልጀነቲ ለጀነት እኮ ተማንየቱ አብዋቢን ስምንት በሮች አሏት። ኢነ ረሱለላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የአላህ መልክተኛ ያላ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን ቃል እንዲህ አሉ፣ ፊልጀነቲ በጀነት ውስጥ ወይም ፊልጀነቲ ለጀነት እኮ ተማንየቲ አብዋቢን ስምንት በሮች እኮ አሏት። ባቡን ሚንሃ ከነዚህ ከስምንት በሮች ውስጥ አንዱ እኮ ዩሰማ ተብሎ ይጠራል። አረያን ረያን ተብሎ ይጠራል። ላ የድኹሉሁ በሱ በር በኩል እኮ ማንም አይገባም። ኢለ ሳኢሙን እነዚያ ጾም የሚያበዙት ሰዎች ሲቀሩ። አላሁ አክባር። ፈርዱንማ ሙስሊም የሆነ ሰው እስልምናው ከሚሟላበት ነገር ውስጥ የረመዳንን ወር ማድረግ ነው፣ መጾም ነው። እነዚህን ሰዎች ግን ልዩ የሚያደርጋቸው አላህ ከነሱ ያደርገን፣ ሰኞና ሐሙስን ይጾማሉ፣ 13 14 15ን ይጾማሉ። ሱና ጾሞችን ጠቅላላ እያሳደዱ ምን ያደርጋሉ? ይጾማሉ። ስለዚህ እነዚህ ጾመኛ ሰዎች ምን ያገኛሉ? እነሱ ብቻ የሚገቡባት በራለች። ምን ምትባል? አርያን ርያን ትባላለች። ሰሂሁ አልቡኻሪ ወሰሂሁ ሙስሊም። ግልጽ ነው እስካሁን ድረስ። ሲዓቱ አብዋቢሃ የጀነት በር እኮ ስፋቷ ምን ያክላል? የጀነት እያንዳንዱ በሩ ስፋቱ ምን ያክላል? መግቢያው ቃል ረሱሉ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የአላህ መልክተኛ ያላ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ፣ ኢነማ በይነ ሚስራዒኒ ሚን መሳሪዒ አልጀና። ከጀነት በሮች ውስጥ እኮ መቃናቸው አሉ። በር መቃን አለው። ኢዩቴን በር እቺ በር መቃኗ ማለት ምን ሆናት? በሩ ሄዶ ልክክ የሚልባት ጎንና ጎኗ ላይ ያለችው ብረት ናት አይደለ? እሱ ላይ ነው አይደል በሩ ሄዶ የገባው። ከጀነት በሮች ውስጥ እኮ የአንዱ መቃን አሉ፣ ለከማ በይነ መከተ ወሀጀር። ከመካ ኡርዱን አገር የሚገኝ ሀጀር የሚባል ቦታ አለ። ከመካ ኡርዱን ሀገር የሚገኘው ሀጀር የሚባለው ቦታ ድረስ እኮ ይሆናል አንዱ መቃን ማለት ነው። ከስንቱ? ከስምንቱ በሮች አው ወይንም ሀጀሩ ወመካ
ኡርዱን ሀገር ከሚገኘው ሀጀር ከሚባለው ቦታ ይدرس መካ ድረስ ተገለባብጦ ማለት ነው ሐዲሱ وفي لفظين بليلا قال زغباكو لكما بين مكه وهاجر كمكه اسك هاجر درس ያለውን ይዛል او كما بين مكه وبصرى وينم دمو كمكه اردنن الفو سوريا اكبابي ያለ ቦታ አለ እዛ درس እኮ ይሆናል ብለዋል ነብዩ صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم بخارينا مسلم تسمامتو يزغبوت متفقون عليه هنا حديث ነው ከዚህ ምን እንይዛለን ያላህ ባሪያዎች ሆይ ያአላህ እዝነቱ በጣም ሰፊ ነው አይደለም እዝነቱ በጣም ሰፊ ነው በሩ ሄኔ ያህል ከሆነ ስንት ነው ያለው ብለናል 8 በእነዚህ ሁሉ በሮች ሰዎች ይገቡባቸዋል ያላህን እዝነት ለማግኘት ስራ ማብዛት ሳይሆን ስራን ማጥራት ነው ዋናው ከባዱ ነገር ስራን ማጥራት ነው الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا نيالو ويس أيكم أحسن عملا أحسن عملا بولدتم هل يلو ليونت من دنو سرام مبزاتكو تراتون كاموالا قدنو فاستبقوا الخيرات بملكام نغروج تشكدا دمو فلذلك لزيم سيبال فليتنافس متنافسون تشكدا داميوج يشكدا دمو منن كاموالو بوهالا نوغم يشكدا دموت تراتون كاستبقو بوهالا الذي سكو الله نو خلق يفتر الموت موتن والحياة هيوتنكو يفتر نو ليبلوكم مالت من مالت نو ليفتناتشو أيكم ከናንተ ውስጥ ዚጋ ተወዳደሩ ብሎ ነበር ስንወዳደር አይኩም ከናንተ ውስጥ አህሰኑ ያሰመረ አመለ ስራውን ያሰመረው ማን ነው የሚለው ለይኮ ነው ፉዳይል ኢብኑ ኢያድ رحمه الله منالو اي اسوابه واخلصه قالوا يا ابا علي انت يا علي ابات ሆይ اسوابه واخلصه ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ተጠየቁ يساچو ملس من هنا اذا كان العمل الاخلص بغير اسوب لا يقبله الله عند سرا اخلص هونو اسوب قال هنا الله يقبلهم سترغماچو يغباچوا عند سرا اسوب هونو اخلص قال هنا الله يقبلوا الله يقبلوا لا بد يكون اخلص واسوب اخلص معناته لله طرت تدرج يتسراچ مهون اللبات عند اسوب مالس بنبيو صلى الله عليه وسلم سنه قد ما يتسراچ مون አለባት እንዲ ከሆነች አላህ ይቀበላታል አላህ ይሄንንም ላይ ነው ወደዚህ ምድር ያመጣል ምን ስላላ እሱ ራሱ ماذا اجبتم المرسلين ቁርአን ላይ ያለ ነው አይደል وماذا اجبتم المرسلين እኔ ላኳቸው መልእክተኞች ምን መልስ ሰጣችኋቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم መልእክት አስይዞ ልኳቸዋል እሳቸው ባሳዩት መንገድ ስራችንን ከሰራን አንድ جنا لالك امسفرتو ሁለተኛ ماذا كنتم تعبدون ايه بحديث ني متاو من نو ستاملكو ستتجزو ينبرو نبيو صلى الله عليه وسلم منالو اسات ميجبوت قدمو اسات يجبونا ثلاث شفراوچ يقرالو قالو من اليهود والنصارى والمسلمون يهوداوچ نصاراوچنا مسلموچ يقرالو الله سبحانه وتعالى يهوداوچن يطيقاچوال ماذا كنتم تعبدون ازي مدر لاي بنبراچوبت غيزي مانن نبر ستا ملكو ينبرو املكو اياچو تارل انسو من يلالو يا الله لجي هونون عزير نو سنا ملك ينبرو يلالو الله من يلاچوال واش تاچوحال لا الله لجي لهوم يلاچوال كزي بلط وردت الله ازي مدر لاي انسو مانن سيملكو اندنبرو ارغاغتو لا الله لجي يهونون قالوا لا الله لجي الله يلو يا الله لجي يهونون ازرن نو سنا ملك ينبروا قالوا كذا من لا يودقوا وهاطمان يلالو وهاطماچو يبالالو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم او سيلو طغا بلو يبالالو طغا سيلو يا جهنم سات نو يغبوبتا قالوا ان ما انقروا نسواراوچنا مسلموچ من ننبر ازي مدر لاي ستا ملكو ينبروا تبلو نسواراوچ يتيقالو እነሱ ምን ይላሉ? ያላህ ልጅ የሆነውን ዒሳን ነው ስናመልከ የነበረው
አላህ ምን ይላቸዋል? ዋሽታችኋል። ለአላህ ልጅ የለው ለአላህ ልጅ የለው ኢሳ ያላህ ልጅ አይደለም። የማ ልጅ ነው? የመርየም ልጅ ነው። ውሃ ጠማን ይላሉ። ከዛስ ጠጋበሉ ይባላሉ። ጠጋ ሲሉ እሳት ነው፣ ጀሃነም ይገባሉ። እነማን ይቀራሉ? ሙስሊሞች ብቻ ይቀራሉ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሙስሊሞች ሁሉ ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሩኩዕ ስጁድ ያደርጋሉ። እዚህ ምድር ላይ ሙስሊም ሆኖ ለዩልኝ ስግደትን ሲሰግድ የነበረው ሰው ያን ቀን ግን ወገቡ እንጨት እንደዋጠ እምቢ ይለዋል አሉ። አያችሁ አይደል? ያን ቀን የወገብ በሽታ የሚባል የለም፣ ዲስክ መንሸራተት የሚባል የለም። ለአላህ ብለህ ስትሰግድ ከነበር አላህም ይረዳሃል። ለሱ ትክክለኛውን ሩኩዕ እና ትክክለኛውን ስጁድ እንፈጽማለን። አላህ ከነዛ ሰዎች ያደርገን። እዚህ ምድር ላይ ግን ቤተሰቦቻችንን ለማስደሰት ወይም የምንፈልገው ሌላ የዱንያ ጉዳይ ኖሮ ስንሰግድ የነበርን ሰዎች ካለን የአላህን ፊት ሳንፈልግ ሙስሊም ከመሆናችንም ጋር ምን ያጋጥመናል? አላህ ይጠብቀንና ወገቡ እንጨት እንደዋጠ እምቢ ይለዋል አሉ። ማን? እውነተኛው ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም። ስለዚህ ምን ይጠበቃል ከኛ? በኢኽላስ በተውሒድ የነቢዩን ሱና በመከተል ብቻና ብቻ ለዛ ለከባዱ ቀን መዘጋጀት። ባረከላሁ ፊኩም። መሳፈቱ ርቀቱ ማ በይነል ባቢ ወልባብ፣ በአንዱ በርና በሌላው በር መካከል ያለው ርቀቱስ ምንድን ነው? ቃለ ረሱሉ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም፣ የአላህ መልክተኛ የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ፣ ማ ሚን ሁነ፣ ከእነርሱ ውስጥ እኮ የለም፣ ከጀነት በሮች ውስጥ እኮ የለም፣ ባባን በር እኮ የለም፣ ኢላ ቢሆን እንጂ፣ ወበይነሁማ፣ በመካከላቸው፣ መሲረቱ ራኪቢ፣ ኃይለኛ ጋላቢ፣ ሰብዒነ አመን፣ ሰባ ዓመት ሚጋልበው ቢሆን እንጂ። በአንዱ በር እስከ ሌላው በር ድረስ ያለው እንግዲህ ይኸው፣ እንዲህ አይነት ድግስ አላህ አዘጋጅቷል። ይሄን ድግስ ከሚቋደሱት ሰዎች አላህ ያድርገን። ረዋሁ ልሐኪም ፊል ሙስተድረክ፣ ኢማሙ ሐኪም ሙስተድረክ የተባለው ኪታባቸው ላይ አስቀምጠውታል። ደረጃቱል ጀና፣ የጀነት ደረጃዎች፣ የጀነት ደረጃዎች። በሮቿ ስንት ናቸው? ስምንት። ደረጃዎቿስ? ይኸው ሊመጣ ነው። ቃለ ረሱሉ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም፣ የአላህ መልክተኛ ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ እንዲህ አሉ፣ ኢነል ጀነተ፣ ጀነት እኮ ሚአቱ ደረጀቴን፣ 100 ደረጃ እኮ ናት። ማ በይነ ኩሊ ደረጀተይን፣ በእያንዳንዱ ደረጃ መካከል እኮ ከማ በይነ ሰማኢ ወልአርድ፣ ከማ በይነ ሰማኢ፣ ከማ በይነ ሰማኢ ወልአርድ። እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ ዛሬ ያለንበት ዱንያ ራሱ ትንሽ ነገር እንደሆነና የቅያማ ቀን ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ሌላ ጉድ እንደምናይ ምናውቃለን፣ ከነዚህ ሀዲቶች እንረዳለን። ይኸው ልድገመው፣ ኢነል ጀነተ፣ ጀነት እኮ ሚአቱ ደረጀቲን፣ 100 ደረጃ እኮ አላት። በይነ ኩሊ ደረጀተይን፣ በእያንዳንዱ ደረጃ መካከል እኮ ከማ በይነ ሰማኢ ወልአርድ፣ በዚህ ምድርና በሰማይ መካከል እንዳለ ነው። ስለዚህ 100 የዚህን ያህል ወደ ላይ ስታደርግ ጀነት ወደ ላይ ወዴት ነው አቅጣጫዋ? ወደ ላይ አይደል? አይደለ? ሱብሃንአላህ። ይሄው በእያንዳንዱ ደረጃ መካከል በዚች ምድርና ከዚህ ቀና ስንል ምናየው ሰማአ ዱንያ በመባል የምትታወቀው የቅርቢቱ ዓለም ሰማይ የዛን ያህል ርቀት አለ፣ በእያንዳንዱ የጀነት ደረጃዎች ውስጥ ማለት ነው። ሰሂሁል ቡኻሪ ፊል ጂሃድ፣ ጂሃድ የሚባለው አርዕስት ላይ ቡኻሪ ያመጡት ነው። ቃለ ረሱሉ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልክተኛ የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ እንዲህ አሉ፣ ኢነ አህለል ጀነቲ፣ እነዚያ የጀነት ሰዎች እኮ አላህ ከነሱ ያደርገን፣ ለየተራአውን፣ ይተያያሉ እኮ አህለል ጉረፍ፣ ጉርፋ ማለት እንዲህ በቃ ቤቶች ናቸው፣ ክፍሎች ናቸው፣ ህንፃዎች ናቸው። ፊል ጀነቲ፣ ጀነት ውስጥ እኮ ይተያያሉ። ከማ ተረውን አልከውከብ፣ ልክ እዚህ ምድር ላይ ሆናችሁ ኮከቦችን እንደምታዩት፣ ፊ ኡፉቅ ሰማ፣ የሰማይ አድማስ ላይ ኮከቦችን እንደምታዩት፣ የጀነት ሰዎች እኮ እርስ በእርስ እንዲህ አይነት በቃ እነዛ ልክ እንደ ኮከብ በቃ እዛ ያለበት ቦታ ላይ ሆኖ አላህ ከነሱ ያደርገን፣ አንዱ አንዱን በዛ አይነት መልክ ይተያያሉ። ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም፣ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሰሒህ ሐዲት ነው። እሺ ቱርበቱ ልጀነቲ፣ የጀነት አፈሩ ምን ይመስላል? ወጢነቲሃ፣
የጀነትስ ጭቃው ምን አይነት ነው? ወሐሰባኢሃ ጠጠሮቿስ ምን አይነት ናቸው? የጀነት ወቢናኢሃ ግንባታዋስ የጀነት ምን ይመስላል? አላህ ጀነት ከሚገቡት ሰዎች ያድርገን። قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني يا الله صلاتنا سلام برساچو ليهوننا اندي حالو ادخلت تغباهوكو الجنه جنته استغباهوكو وسطو انايچي اندوطا فاذا فيها بسو وسطكو الله جنابذو اللؤلؤ يلؤلؤ ويم يلول يميبالو قراچوچكو الله لول ميبال الله كنا ورق كنا من هولو يبلطا ليلى نو اسو انغدي የጀነቱ ደሞ ይባሰ ነው። የሉል ቁራጮች እኮ አለ። ወኢዳ ቱራቡها አፈሯም እኮ አልሚስክ ሽቶ እኮ ነው። የጀነት አፈር ምንድነው? ሽቶ ነው። ሰሂሁል ቡኻሪ ወሙስሊም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው። ኺያሙ ድንኳኖቿ ወሰሪሩ አልጋዎቿ አህሊል ጀና የጀነት ሰዎች ሚቀማጠሉባቸው ድንኳኖችና ሚገደፉባቸው አልጋዎች من يمسلالو الله أكبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون ديانو في الجنة خيمة بجنة استقو دنقوان هلا من لؤلؤ يلولي هنا مجوف سفية هنا عرضها قنوكو 60 ميلا سلسة ميلي درسال في كل زاوية بيان داندو كفلو استقو منها كسوست أهلو مستو چكوا اللو هاتشو مستي الدرق اللو هاتشو ما يرون الآخرين ليلوش ما يواتشو يهونو مستو چي الدرق اللو هاتشو حتى في الجنة كانت بالي لبتا عقر عندو ياندوم بما يوس لبتا عقر راسو من دنو قد ديو يسيتوش قد دي يتشفن يتستر انو ايد اللم زارين دي بعد بابا يواتو عندو علشي عند متبالو نو نو አረለም ያይን ሻወር የሚባል መጥቷል በዘመናችን። ያይን ሻወር ሻወር ማለት መታጠብ ነበር አይደል? ያም ያም ያያትና ኦ ባይን ሻወር እኮ ተደበሩባት ይባላል። የሷ ወጣጥ ምን ስለሆነ ጤነኛ ስላልሆነ በጤነኛ መንገድ የወጣችን ሴት ብሎ የሚያፈጭላት አለ አለ የለም። አለባበሷ ጤነኛ ያልሆነውስ ፉጨት አይደለም እንዲህ እንዲህ ሁሉ ይደረግላታል። እሷም ዞር ትላለች። እሷም መጫወቻ ትሆናለች። እሷም በነብሷ ላይ ትጫወታለች። የቂያማ ቀን ግን ይሁሉ ያስከፍላል። እያንዳንዷ ያየናት እያንዳንዷ ይፈጸምናት ተግባር ምትቃለ ዘረቲን ኸይረን የራሃ ምትቃለ ዘረቲን ሸረን የራሃ የጎመን ዘር ፍሬ ምታከል እንኳን ብትሆን መጥፎንም የሰራ ያገኘዋል ጥሩንም የሰራ ያገኘዋል። እዩ ተመልከቱ እስቲ ጀነት ውስጥ ለአንድ ሰው የተሰጡበትን ሚስቶች በድንኳን ውስጥ በሉሌ ተሰራ ድንኳን ውስጥ ይቀመጣሉ። ከዛስ ማንንም ሰው አያይበትም። አላሁ አክበር። hatta ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ጀነት ላይ አሉ የሆነ ህንጻ ይዋሉ ውስጡ መስታወት ነው አሉ። ወደ ውስጡ ሁሉ ያሳያል ውስጡ ሰይት ተቀምጧል አሉ። ለማን ነው ይሄ ተዘጋጀው ብዬ ጠየቅኩ አሉ። ለዑመር ተባልኩ አሉ። ጠጋ ብዬ ላይ ፈለኩና አሉ። ዑመር ቀናተህ ትዛለኝ አሉት። አላሁ አክበር። አለቀሰ። እኔ ባንቱ ቀናለሁ ያላቸው ሀያችሁ ጤነኝነት ነው መቀናት ራሱ። ዛሬ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አልደዩሱ ላይድኹሉ አልጀና በሴት ልጁ በሚስቱ በአማኝ ሴቶች የማይቀና ጀነት አይገባም እንዳሉት ሴቶቻችን መጫወቻ ሲሆኑ እያየን በሩን እየከፈትነ ያለው ማንን? እኛ ነን። ሴቶች ኮንሰርት ላይ ወጡ ይባላል። ሴቶች መድረክ ላይ ወጥተው ለወንድ ግጥም ያቀርቡ ይባላል። ተኳኩሎ ይመጣሉ ኢላ አኺሪ። ايولو مندنو بدين متجاوت نو الله اللي مفرق قبال يطوفو عليهم بالنزي بتكمتو تكو سيتوش لي المؤمن يا امان يهونو سوكو بالنزي بتكمتو اللي تسيتوش ليكو قبتو الله يقدر اللتن فتسمو يوتال بخارينا مسلم زقبوتال. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بليل حديثة هنا من نبي صلى الله عليه وسلم من دزيالو الخيمة ድንኳኖችኮ ድረቱን የሉሉ የሉል አይነቶች ጦሉሃ እርዝማናቸውኮ في السماء በሰማይ ላይ 60 ሚልን 60 ማይል ነው في كل زاوية በእያንዳንዱ ማረፊያ ውስጥኮ منها በዛው ውስጥ اهل للمؤمن
ለአማኝ እኮ ሚስቶች ተደርገውለታል ላይራሁም الاخرون ሌሎች በፍጹም እኮ አያዩአቸውም رواه البخاري ومسلم بخارينا مسلم تسمم تزغبوታል اشجار الجنه الله اكبر የጀነት ዛፎች ምን ይመስላሉ اشجار ዛፎች ጀነቲ ጀነት ውስጥ ያሉ ዛፎች ምን ይመስላሉ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني يا الله صلاتنا سلام برساچو لا يهون ان في الجنه بجنه استكو لشجره زافكو الله يسير الراكب غالبي هون سوكو يغوازوال في ذلها طلوان لببل طلوان 100 امين 100 امت يغالباتال لا يقطعها اقوارطات ما يجرسات معنات 100 امت مولو غالبو سبحان الله البخاري ومسلم بخارينا مسلم يزغبوت حديثنا بليلة حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله بلكتني يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون ديالو ما في الجنة شجرة بجنة استكو زاف اللم إلا وساقها يزافو كالتن بيهون انجيكو من ذهابين كورك ايهون كالتن بينورو انجي زاف منالو كالتن مالو سرالو كتلو چالو تار يزافو كالتموكو كمن ايهون بيهون انجي كورك ايهون بيهون انجي رواه الترمذي ترمذي زقبه تعالى قال رجل عند قل سبالة يا رسول الله أنت الله ملك تنياهوي ما طوبة طوبة من دنوالا تشو قال يا الله ملك تنيالو شجرة زافكونو في الجنة جنة استهل مسيرة مياسقوز 100 سنتين عندما تؤمت مياسقوز ثياب أهل الجنة يجنة سوى تشكو لبساتشو تخرج من أكمامها كسو كجنتكو زاف كتالو تشكو يوردنو لنسو من ميسر اللاتشو من ميسر اللاتشو لبس ميسر اللاتشو الله أكبر لزاكونو عدم عليه السلام لبس الله كالبساتشو بوهلا بونجل مكنيات حفرتا قلاتشو سي قلت اركان حفر سيقاتشو سي تاي جنتو استمرورات يعزو بمن اللي شفنو باقي نوت كتالا كتال راساتشو اللي شفنو وكذلك طوبى كم تبالو ازاف الله يجنت سوتش يادرغن كسوا قتلوتش كونو تسرتو يجنت سوتش لبس ميلبسو تالو نبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد امام احمد زغبو تال عند ولت ارستوتشن جمر انهار الجنه يجنت ونزوج ومجراها مفسشوام الذي تجري فيه السوس متفسبت ان من دناتشو للجنة أربعة أربعة نهاري جنة السكو أرات ونزو تشالو كمن كمن كواتت كمار كخمرنا كوهاي هونو أنا أنس بن مالكين كأنس بن مالك تيزو رضي الله عنه الله ملك مسرات شوني ولد الله شونا أن رسول الله يا الله ملك تيزو صلى الله عليه وسلم قال يا الله صلاتنا سلام برسات شولي هون ديالو رفعت لي لنيكو كف تدرجت لين سدرة المنتهى سدرة يقرقر وزاف المنتهى يمج الرشوة يقرقر وزاف بمبال متتاوك عليك في السماء السابعة سبات تنية وسماء لي كف تدرجت لين أيه نبقوها كتلوچوا مثل قلال هجر هجر مبال أجر لي يل ما سروا يمسلالو وورقها كتلوچوا مثل آذان الفيل يزهون جورو يمسلالو يخرج يوطال من ساقها كباتوا كباتوا يوطال لكو نهران ظاهران هولت بقلت ميتايو ونزوچ يوطالو ونهران اهونم هولت ونزوچ باطنان دبك يهونو دمو ሁለቱንዞ ቻሉ فقلت الكوت يا جبريل انت جبريل هوي ما هذا ايه مندنو هالكوت قال جبريل ما لي اما النهران الباطنان انزي ودوست ميفسوت دبقوچو منوچ ሁለቱ ወንዞችኮ ففي الجنه جنه استنو ميفسوت واما الظاهران انزي بقلص دمو وتو ميفسوتكو
ፈኒሉ ናይል የሚባለው ወንዝ ሙሳ የተጣሉበትና ወልፉራቱ ኢራቅ አካባቢ የሚገኘው ኤፍራጥስ የሚባለው ወንዞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከምን ጋር የተያዙ ናቸው? ከጀነት ጋር። አሁን እንግዲህ የገይብ ጉዳይ ሆኖ ያውም ሐዲሱን የዘገበው ማን ነው? ቡኻሪ። እመኑበት በተባልንበት ያለምንም ጥርጥር ካላህ መልእክተኛ ስለመጣ እናምንበታለን። ጀነት ውስጥ አሉ ሁለት ወንዞች። ወደ ጀነት ውስጥ ያሉ ምኖች አሉ? ወንዞች አሉ። እነማን ናቸው? ናይል ወንዝና ኤፍራጥስ ወንዝ የተባሉት። ባረከላሁ ፊኩም። قال الرسول صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ ያላህ ሰላተና ሰላም በርሳቸው ላይ ሁንዲ ያሉ بين انا اسير في الجنه ጀነት ውስጥ እየተጓዝኩ ባለሁበት ሰዓት اذ انا بنهرين እኔኮ በወንዝ አጠገብ ደረስኩኝ ሐፈታቱ قبال اللؤلؤ ዙሪያውን በሉል የተከበበ የሆነ المجوف ሰፊ በሆነ ሉል የተከበበ የሆነ ወንዝ ላይ فقلت الكوين طيبكوين ما هذا يا جبريل جبريل هو مندنو هي الكوت قال ثم لي هذا الكوثر ايكو كوثر نو الذي كوثر مالت دمو اعطاك ربك جيتاه لانت يسطو يهونا ان اعطيناك الكوثر سطنا هلالاچو يتسطهو كو كوثر ونز نو قال كزالو نبيوالو فضرب الملك ملأكت متوكو بيده بأجو فإذا طينه كزامكو مسكو شتو مسكو أذفر تقافت شتاي هون النقر كزاكو انزوليكو كتمتو لي من هنا رقفا خير اندار استنجمر فروشو منطاف أهل الجنة يجنة سواج منطاف ምን ይመስላል? እዚህ ምድር ላይ ሱብሃንአላህ አሁን አሁን በተለይ ድሮ አይታወቅም ነበር። ድሮ ጭራሽ ጎንበስ ብለህ ስትነሳ ግንባር ተልጦ ይሄ ሁሉ የሚያቃጥልህ ጊዜ ነበር። የድሮ ምንጣፎች በጣም ቀጭን ነበሩ። አሁን ደግሞ ከአረብ ሀገራት ላይ ከተለያዩ ቦታዎች ምንጣፍ መምጣት ጀምሮ ከምንጣፉ ስር ደግሞ ጭራሽ የሚገቡ ምኖች አሉ? ኮንፈርቶች አሉ። መስጂድ ገብተህ በግር ስትረግጠው ራሱ ጣቶች ምን ይሆናሉ? እዛ ውስጥ ስምጥ ውጥት ስምጥ ውጥት ይላሉ አይደል? ልዩ ምቾት ነው አይደል? ምንጣፍ በወፈረ ቁጥር። ስለዚህ ጀነትም ላይ ለሁም ማ የሻኡን አላሁ አክበር አላህ ከነሱ ያርገን። ለሁም ለነሱ ለጀነት ሰዎች እኮ አላቸው ማ የሻኡን የፈለጉት ሁሉ። እነሱ ከመጠየቃቸው በፊት ግን ጌታ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሉ የሚባሉ ድግሶችን የባሪያዎቹ መሻት ምን እንደሆነ ስለሚያቅ አሟልቷል። ከዛ ውስጥ አንዱ በጣም ምቾት ያለው ምንጣፍን ማዘጋጀት ነው። ፍሩሹ ምንጣፍ اهل الجنه የጀነት ሰዎች የተዘጋጀላቸው ምንጣፍ ምን ይመስላል? قال الرسول صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ ያላህ ሰላተና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን في قوله تعالى كفلوا الله سبحانه وتعالى ان قال سيترجموا وفروشين ምንጣፎች مرفوعتين كف يتدرجوا ميلون سيترجموا قال يا الله ملكتني قالوا ما بين الفراشين بهولت فراشوچ مكاكلكو يلم بهولت منطافوچ مكاكلكو يلم كما بين السماء والارض يا سماعتنا يمدر مياكل رقت بينوراو انجي رواه احمد في مسنده والترمذي ترمذي من ذي زغبوتال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني الله صلاتنا سلام برساچو لايهونا اندي قالوا ارتفاعها كفتواكو ودلي كما بين السماء والأرض بسماعتنا بمدر مكاكل اندال لنو ومسيرة قوزو دمو سنقواز وين بقوزو بلقا ما بينهما بولدت مكاكل يالو 500 عامين أمسمة عامت ياس قوزو اللقو بما بولدت مكاكل يالو مالتنا رواه الترمذي إمام الترمذي زقبو تال ان شاء الله تعالى حلي اهل الجنه يجنت سوج جيطا جيطوچاچو من يمسلالو كميلو بالله فقادنا نسالن